السلام عليكم. وعليكم السلام. وش اخبارها الشغاله المؤقته؟ ما شاء الله عليها، تعرف كل شيء، عساهم يبطون بخدامتنا. وش اللي يبطون بخدامتنا؟ انت اللي تدفعين دراهمها ولا انا؟ زي بس خلها تشتغل. إيه إيه يلا انا ماشي. سلام عليكم. عليكم السلام. طيب تصدق قدر ما اشوفك عندك دقة القلب وخمة النفس وعرقك طاير، طوالي اعرف ان الاسانسير ده عطلان. يا زول ما تجيب لعمك المويه ريقه نشف. الله يسلمك، احنا سامين. وش صار على شغلتنا؟ والله امك ده عيالك. والله امك ده عيالك. ضربوا لي هسه؟ ضربوا لي هسه؟ قالوا لي شغالتك جاية الساعة 8 بكرة. ضربوا لي هسه. ما شاء الله. ضربوا لي هسه. تليفون. ضربوا لي هسه. ما شاء الله. ضربوا لي هسه. تليفون. ضربوا لي هسه. ما شاء الله. ضربوا لي هسه. تليفون. ما شاء الله. ضربوا لي هسه. على بركة الله. ضربوا لي هسه. ضربوا لي هسه. ضربوا لي هسه. أبشرك وأنا أخوك، بعد توجيهاتك السديدة الشغالة وصلت، والله لا يغير عليها، وتقول إنها مشتغلت في الخرج. إيه عاد هالمرة عاد اسمع الكلام اللي يجمد على الشارع. مشتغلت في الخرج، مشتغلت في شقرة، في المجمعة، في القصيم، ما علينا منها. أهم شيء عندك الفحص. افحصها ليا فيها خنازير ولا جنازير ولا بلا قبل فترة اللي هي اللي تنتهي دي حقة التجربة. لا أبشرك، فحصنا وطلعنا الإقامة وكل شيء تمام. أبشرك الحمد لله الحمد لله. طيب شو اسمه الإقامة؟ على طاري الإقامة، إيه؟ عسى ما غلطت غلطتي بس وحطيتها سنة. حطها سنتين. سنة أنا حطيتها سنة وطوفت وصكوني في غرامها، قعدت أبسي عند الجوازات. لا تخبر باتسي، إقامتها سنتين. سنتين؟ إيه. كفك اسحب ملفك.